بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. موضوع حلقتنا النهاردة نتناول الحديث فيه عن دولة بروناي. رسميا بروناي دار السلام أو أمة بروناي أو أرض السلام، هي دولة تقع على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو في جنوب شرق آسيا. تنقسم بروناي إلى منطقتين تفصلهما بلدة ليمبانج التابعة لولاية سراوق الماليزية، التي تحيط ببروناي بشكل كامل باستثناء ساحل بروناي الشمالي المطل على بحر الصين الجنوبي. بروناي هي دولة مستقلة على جزيرة بورنيو، حيث تنقسم وتتقاسم ماليزيا وإندونيسيا بقية الجزيرة. المساحة، مساحة بروناي تبلغ 5,769 من 1,000 كيلومتر مربع. عاصمة بروناي هي باندار سري باكاوان. اللغة الرسمية المالوية والإنجليزية. عدد السكان في بروناي يبلغ 428,697 نسمة. العملة في دولة بروناي هو الدولار البروني. تناولنا الحديث في حلقتنا النهاردة عن دولة بروناي التي تقع في قارة آسيا على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو في جنوب شرق آسيا. في نهاية حلقتنا ما تنسوش دوسوا لايك عشان يصل الفيديو لعدد كبير من المشاهدين، وتشتركوا في القناة وتفعلوا بزر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.